رحمه الله جاهد الجهاد الأصغر ثم الجهاد الأكبر، فما علينا اليوم إلا أن نترحم عليه وندعو له بالعفو والعافية. هذا في الوقت الذي كل الشعب الجزائري على دراية وقناعة بأن هذه القامة، هذا ابن الجزائر قد حام الجزائر وعافاها من كل مكروه. اليوم نعزيو رواحتنا ونعزيو الشعب الجزائري وجيشنا ونترحموا عليه برحمة الله، إن شاء الله يرزقوا الجنة إن شاء الله. وهذا بطل من أبطال الجزائر، أبطال الثورة وأبطال الاستقلال، وإن شاء الله المسيرة للأمام إن شاء الله.